رايكم؟ يعني هذه المبادره ديال هذه المباراه التعبينيه ديال المرحوم والصديق ديالنا السي عبد العزيز المسلك. مباراه درناها يعني بمناسبه الذكرى الاربعينيه لوفاه ديال المرحوم، وهي تتجمع ما بين فريق جمعيه حكام جهه الرباط قنيطره سلا والرابطه الوطنيه للصحفيين، ويعني مناسبه باش نحيوا بها اواصر التعارف والاخوه ما بيننا وبين الزملاء ديال الصحافه، وكذلك واحد المناسبه تجمع ما بين الجيل السابق ديال الحكام والجيل الحالي ديال الحكام. وبهذه المناسبه يعني تنجددوا الرحمات على الاخ والصديق والحكم ديالنا السي عبد العزيز مسلك، ويعني نتمنوا له يعني الله يرحمه، وان شاء الله يكون في فسيح الجنات ان شاء الله. كما كنشوفوا علاقه بين الحكام ديما في المباريات وفي الاجتماعات، كيف كانت العلاقه بزاف بالمرحوم مسلك؟ يعني كما تتعرف الاخ عبد العزيز مسلك رحمه الله كان تينتمي للعصبه ديالنا اللي هي العصبه ديال جهه الرباط سلا القنيطره، وكان بمثابه الصديق والاخ، وكنا يعني تنتوسموا فيه خير ويكون من الحكام الدوليين اللي غيمثلوا العصبه، لكن قدر الله وما شاء فعل، القدر بغاه، وبهذه المناسبه كما تنتجدوا عليه الرحمات ان شاء الله. الفرق ديال المرحوم مسلك خلاو واحد الفراغ في الساحه التحكيميه. بطبيعه الحال يعني كان كما تنقولوا واحد الانسان وواحد الحكم يعني عنده المكانه ديالو كمعنا كحكام وكاصدقاء، وخلى واحد الفراغ كبير الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار هذا. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.